لتسهيل عملية منح الإجازات للفرق اللي مدانة من طرف لا سيرال، وهذا من أجل تسهيل العمل لهذا الأندية، لأن هذا الأندية كذلك تدين يعني الرابطة من حقوق البث التلفزيوني. واليوم حنا مادام ما عطينا لهمش هذه الحقوق تاعهم، هذه الحقوق اللي لازم يدوها في وقتها ما داوش في وقتها، نحن كرابطه وطنيه نلتزم باش يعني نعطوا الاموال تاع هذه الانديه الى اللجنه تاع لا سيرال باش يخلصوا هاد اللاعبين اللي مدانين. اولا الشيء الجديد في بدايه الموسم يعني الكروي 2019-2020 وهو البطوله بدون راعي رسمي. هذا هو الشيء الجديد السلبي، لان الراعي الرسمي اللي هو موبيليس بعد عديد من المراسلات يعني ما كانتش حتى يعني هذيك لا غالونتري تاع ولا هذاك المعامله تاع اداره تجاوب اداره، وهو العقد تاعهم انتهى ولو انها مؤسسه عموميه يعني ما كانش ميم با هذاك الرد يعني نبداو كيما لا تيليفزيون العام اللي فات، ما كانش يعني لا كونفونسيون، ولكن عملنا موسم ما صبناش مع من نتكلموا في هذا الشركه تاع موبيليس، وبالتالي هذا الموسم يبدا بدون راعي رسمي للبطوله المحترفه الاولى.